بص يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. إحنا يعني الناس سواء سمعت أو ما سمعتش محاضرة رسم القلب، إحنا هنحاول إن إحنا نعيد الشرح على أول رسم قلب، وبعد كده نطبق الباقي إيه في بعد كده. لو أنتوا يعني شفتوا المحاضرة أو ما شفتوش، فإحنا المفروض رسم القلب إن إحنا بنفكر فيه بالشكل ده. اول حاجه بنشوف ريزم وريتو اكسس. ريزم وريتو اكسس يعني ايه؟ ريزم وريتو اكسس يعني هل منتظم ولا غير منتظم، وبيدق كام دقه في الدقيقه، والاكسس اوف ذا هارت ايه. وبعد كده بنفكر بالاستراتيجي اوف سينكينج، هل احنا في عندنا اريزميا ولا ما فيش اريزميا. لو في اريزميا هنشخصها ان شاء الله في بارت 2 يعني في الجزء الثاني. طب ما فيش اريزميا، يبقى احنا نخش على الكيسه السوداء اللي معانا فيها ثلاث موضوعات: تشيبر انلارجمنت، باندل برانش بلوك، اسكيميك هارد ديزيز. حلو. يعني احنا لما نفتح رسم القلب بنشوف اربع مواضيع: اريزميا، تشيمبر انلارجمنت، اسكيميك هارد ديزيز، باندل برانش بلوك. ليه احنا بنقول كده؟ عشان لو انت ماسك كيسه وقلت لي مد ايدك كده جوه الكيسه ده وقول لي انت مسكت ايه، هتمسك حاجه مدوره، دي ممكن تبقى كوره، ممكن تبقى تفاحه، ممكن تبقى استفندي. انما لما اقول لك خد الكيسه دي فيها موز وجوافه وبرتقال، فانت هتمسك دي مطوله تبقى ايه؟ موزه، مدوره تبقى ايه؟ استفندي. يعني اقصد انت خلاص عرفت في الكيسه ايه، فبتناروا الديفرنشال دايجنوزس بتاعك. ده الاستراتيجي اوف سينكينج بتاعك. ريزم وريت، في اريزميا ولا مفيش اريزميا؟ طب اعرف ازاي ان في اريزميا ولا لا؟ الاريزميا هي اذر ريزم، اذر زان نورمال ساينس ريزم، اللي هو ماشي بشكل منتظم بريت من 60 ل 100. يعني لو لقيت تاكي كارديا اكتر من 100 يبقى فيه ايه؟ اريزميا. اقل من 60 اريزميا، غير منتظم اريزميا. لما تلاقي ده سيبه البارت 2. طب ما لقيتش، احنا عندنا ثلاث مواضيع بنبص عليها: اسكيميك هارت، تشيمبر انلارجمنت، اند باندل برانش بلوك. تعالوا كده نشوف اول عيان عندنا النهارده. هو واحد عنده 50 سنه، هايبر تنسيف، نوت دايابيتك، وجاي فور روتين بلاد بريشر فولو اب. هو مش تجيش من اي حاجه غير ان هو بيتابع ايه؟ الضغط بتاعه. جه يشوف الضغط لقيناه 170 على 100 ديسبايت 3 انتي هايبر تنسيف دراجز. ضغطه مش متظبط على ولا دواء. وانت عملت له رسم القلب، طلع ده رسم القلب اللي قصاده. يلا نطبق ونمشي في البروتوكول بتاعنا. هذا الرسم القلب منتظم ولا غير منتظم؟ منتظم. يبقى كده الريزم بتاعنا ايه؟ ريجولار. اكسلم. طيب عايزين نخش على الريت، نحسب هو ده كام دقه في الدقيقه. عشان تحسب كام دقه في الدقيقه لازم تعرف الزمن بتاع رسم القلب ده ايه. تمام. رسم القلب ده مظبوط على سرعه 25 مللي في الثانيه. يعني ايه 25 مللي في الثانيه؟ قال لك اصل المربع الصغير ده ايه؟ 4 من 100 ثانيه. خمس مربعات صغير بمربع كبير يعني كام؟ 2 من 10 ثانيه. خمس مربعات كبار يبقى ثانية، وخمس المربعات الكبار دول كم مربع صغير؟ 25، والمربع الصغير بملي، يبقى فعلا 25 ملي في الثانية. يبقى قبل ما اشوف الريت لازم اشوف انا السبيد بتاعتي ايه عشان اعرف زمن المربع الصغير ايه. لو السبيد 25 ملي في الثانية يبقى زمن المربع الصغير فعلا 4 من 100، واقدر ان انا احسب الهارت ريت بتاعي. طب الدقيقة تبقى كم مربع كبير؟ 300. اكسلنت. ما هي الثانيه خمس مربعات كبار، يبقى ال 60 ثانيه 5 ب 6 ب 300، يبقى 5 ب 60 ب 300. حلو. يا دقيقه انت 300 مربع كبير، يا دقه انت كم مربع كبير؟ هتقول مثلا 3، 300 على 3 فيها ال 100. يا دقه انت كام؟ 4، 300 على 4 فيها 75 من غير كالكيوليتور. طب تعالى كده نشوف هنا كام مربع كبير بين كل واحد والتاني. 1 2 3 4 5 6. 300 على 6 فيها 50. اكسلنت. عرفت ازاي؟ قسمت 300 على عدد المربعات الكبيره بين الار ار انتر. حلوه سهله. طب نفترض ان انا عندي ماشي كسور وعايز اطبق بالمربعات الصغيره، اقسم كام؟ اكسلنت. 1500. ليه؟ عشان الدقيقة زي ما فيها 300 مربع كبير هيبقى فيها 1500 مربع صغير، واقسمه على الار ار انترفال بالمربعات الصغير. طيب تعال نشوف الاكسس. اللي شاف المحاضرة هيعرف ان احنا بنوصل رسم القلب صحرا خضرناها نار وطفيناها.
اصفر اخضر احمر اسود، والبريكورديال ليدز 4 4 يعني في 1 في 2 4 يمين 4 شمال. في 4 فين؟ عند الايبكس فيفث سبيس ميد كلافيكولار لاين، و5 و6 في نفسهم بس انتيريور وميد اكزيلاري لاين، وفي 3 بين في 2 وفي 4. اكسلنت، حلو. القلب نايملي في الصدر كده، يبقى مين بيبص على الرايت فينتريكل؟ في 1. مين بيبص على الليفت فينتريكل؟ في 6. ده في البريكورديال ليدز. طب في الليمب ليدز، خلينا عايزين نقول كده معلومه في الاول، ان اللي بيبص على الليفت فينتريكل وحده اي في ال، واللي بيبص على الرايت فينتريكل في الانفيريور سيرفيس اوف ذا هارت 2 و3 واي في اف. 2 و3 وايه؟ واي في اف. الطبيعي ان لما يبقى الاكتيفيشن في يمه الليد يرسم ويف بوزيتيف، لما يبقى عكس الليد يرسم ويف نيجاتيف. قال لك النورمال اكسس يعني اتجاه القلب وهو نايم في الصدر يكون ما بين ليد واحد واي في اف. يعني لما تلاقي ليد واحد بوزيتيف واي في اف بوزيتيف يبقى ده نورمال اكسس اوف ذا هارت. بقى ليفت اكسس ديفيشن رايح يمه ليد واحد، تلاقي ليد واحد بوزيتيف واي في اف نيجاتيف، يبقى ده اسمه ليفت اكسس ديفيشن. طب بقى رايت اكسس ديفيشن هيبقى اي في اف بوزيتيف وليد واحد نيجاتيف. تعالى كده نشوف هنا، ليد واحد بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كيو ار اس بوزيتيف يعني ابرايت، واي في اف بوزيتيف، يبقى ده نورمال اكسس. ليه نورمال اكسس؟ عشان بوزيتيف ليد واحد وبوزيتيف اي في اف. طيب احنا دلوقتي عندنا ساينس براديكارديا وفي اريزمي، عايزين دلوقتي بعد الريزم والريت والاكسس، سيبك من الاريزمي دلوقتي، عايزين نشوف هل في تشيمبر انلارجمنت ولا لا، في باندل برانش بلوك ولا لا، في اسكيميك هارد ديزيز ولا لا. للتشيمبر انلارجمنت، اولا الاتريال انلارجمنت، الاتريال انلارجمنت بص على البي ويف في ليد 2، المفروض مقاسها كام؟ 2.5 في 2.5، يعني مربعين ونص صغيرين فوق، مربعين ونص صغيرين ايه؟ عرض. لو كانت طويله اكتر من مربعين ونص يبقى ده رايت اتريال انلارجمنت، لو اعرض في المده من 2.5 يبقى ده ليفت اتريال انلارجمنت. هنا البي ويف طويله او عريضه يبقى البي ويف ايه؟ نورمال. ادينا عد. قال لك تاني حاجه تقيمها حاجه اسمها البي ار انترفال، من اول البي لغايه اول كيو ار اس، وهذا يمثل ايه في النورمال اي سي جي؟ الاي في نو ده الديلي. طب والديلي ده معمول ليه؟ عشان الاتريا كونتراكت قبل الفنتريكل. اكسلنت. فاحنا دلوقتي من اول البي لغايه اول الكيو ار اس المفروض من 3 ل 5 مربعات صغيره. تعالى عد 1 2 3 4، يبقى البي ار انترفال نورمال ولا شورت ولا برولونجد؟ نورمال. ليه نورمال؟ علشان هي من 3 ل 5 مربعات صغيره. لو لقيتها برولونجد يبقى ده ديلي عالي قوي، ده فيرست ديجري هارت بلوك. لو لقيتها شورت يبقى معنى كده في باسوي تاني هو اللي بيفوت الامبلس قبل الايفي نود، اسمه اكسسوري باسوي. خلصنا البي ويف والبي ار انترفال والاكسس، عرفنا ان هو نورمال اكسس. في اريزميا، في اريزميا ساينس براديكارديا، هنستنى بارت 2. هل في تشيمبر انلارجمنت بقى، فينتريكولار تشيمبر انلارجمنت ولا احنا في واحد ببص على انهي فينتريكل؟ الرايت. وفي 6 الليفت. الله يفتح عليك. طيب المفروض محصله الاكتيفيشن تبقى يمه الليفت ولا يمه الرايت؟ الليفت. ليه؟ لان الليفت اكبر من الرايت، صح؟ فالطبيعي ان انا الاقي في 6 بوزيتيف وفي 1 نيجاتيف. طب ازاي اعرف بقى الليفت فينتريكل كبر؟ لو لقيت في 6 بقى بوزيتيف قوي وفي 1 بقى نيجاتيف قوي. طب اكتر من كام؟ قال لك عد عدد المربعات الكبيره في 1 اس على في 6 ار، 7 مربعات فيما تحت نورمال، اكتر من 7 مربعات يبقى ايه؟ ليفت فينتريكولار انلارجمنت. تعالى كده نشوف، ادي في 6 ار، عد كده 1 2 3 4 ونص، بعد كده 5 6 7 8 9، ده أكتر من كام؟ 7. يبقى الراجل ده عنده ليفت فينتريكولار انلارجمنت. حلو؟ سهلة؟ طب الرايت فينتريكولار انلارجمنت ده يبان ازاي؟ تعكس بقى، تلاقي في 1 بقى هو اللي بوزيتيف وفي 6 بقى ايه؟ بقى نيجاتيف. سهلة؟ يبقى الراجل ده احنا عرفنا لغاية دلوقتي ان هو عنده ليفت فينتريكولار ايه؟ انلارجمنت. ده ماشي مع الان كنترولد هايبر تنشن اللي عنده، ما احنا مش بنألف، هي الحالة فعلا ايه؟ عنده سبب يكبر له الليفت فينتريكل اللي هو الان كنترولد هايبر تنشن. يبقى الراجل ده عنده في 1 اس
زائد في 6 ار اكتر من 7 لارج سكويرز، يبقى الراجل ده عنده ليفت فنتريكولار انلارجمنت. هل في باندل برانش بلوك؟ اعرف ازاي؟ هو المفروض الرايت والليفت باندلز وظيفتهم ايه؟ ان هم يوصلوا الامبلس للتو فنتريكلز ات ذا سيم تايم، الرايت والليفت فنتريكل ينقبضوا مره واحده، صح ولا لا؟ طب لو واحده معلقه يبقى واحد هيتاكتف وبعد كده الثاني، فبدل ما الكيو ار اس اصغر من او يساوي 3 مربعات صغيره، اصغر من 3 مربعات صغيره تبقى ايه؟ وايد. يبقى انا عشان اقول في باندل برانش بلوك الاقي فيه وايد كيو ار اس. طيب انهي باندل لو وايد، انهي باندل بقى اللي معلقه؟ قال لك هو لو الليفت باندل بايظه مين اللي هيتاكتف الاول ومين اللي يتاكتف على مهله؟ الليفت. يبقى ديليد اكتيفيشن عكس في واحد يكون نيجاتيف، يبقى لو لقيت وايد نيجاتيف كيو ار اس في واحد يبقى ده ليفت باندل برانش بلوك. سهله. تاني لو انا عندي الليفت باندل معلقه مين اللي هيتاكتف الاول؟ رايت. ومين اللي هيحصل ديليد اكتيفيشن؟ الليفت. يبقى الرايت اتاكتف وبعد كده الامبلس اوف اكتيفيشن ماشيه فروم رايت تو ليفت عكس في واحد، مش في واحد يمت الرايت، عكس في واحد، يبقى في واحد يكون نيجاتيف. طب لقيت وايد وفي واحد بوزيتيف تبقى رايت باندل برانش بلوك، لان الليفت فنتركل اكتف الاول والديليد اكتيفيشن حصل من الليفت للرايت على مهله في اتجاه في واحد، فيبقى وايد ابرايت كيو ار اس في واحد. تعالى كده نشوف هل هنا دي وايد كيو ار اس؟ يبقى مفيش باندل برانش بلوك. ليه؟ علشان نارو اند نورمال كيو ار اس. سهله. طب هل في اسكيميك هارت ديسيز؟ هل في اسكيميا ولا الاسكيميا دي بنشوفها بحاجه من ثلاثه، يا اس تي سيجمنت اليفيشن، يا اس تي سيجمنت ديبريشن، يا تي ويف انفرجن. كويس. يا اس تي سيجمنت اليفيشن، يا اس تي سيجمنت ديبريشن، يا تي ويف انفرجن. اس تي سيجمنت اليفيشن تساوي مايوكارديال انفاركشن، اس تي سيجمنت ديبريشن تي ويف انفرجن يساوي اسكيميا. حلو قوي. طب ابص على ايه؟ ابص على الليدات الاخوات. الليدات الاخوات يعني الانفيريور سيرفيس اوف ذا هارت مين؟ 2 و3 واي في اف. اكسلنت. طب اللاترال سيرفيس اوف ذا هارت مين؟ 1 واي في ال، ومعاهم 5 و6 اللي كانوا في الاكزيلا. طب والانتيريور؟ في 1 2 3 4. تعالى كده نمشي واحد واحد. 2 و3 واي في اف فيهم اس تي ديبريشن؟ مال دي ايه؟ ما هي اس تي ديبريشن اهي، شايف الابرايت اليمة التانية اهي، انما دي فيها اس تي ديبريشن ولا لا؟ اهي اس تي ديبريشن. يبقى كده في عندي انفيريور اسكيميا. طب اللاترال 1 واي في ال و5 و6 فيهم اس تي ديبريشن؟ فيهم اهي اس تي ديبريشن اس تي ديبريشن اس تي ديبريشن، وهنا بقت فلات. يبقى انا كده في عندي انفيريور اس تي ديبريشن وفي عندي لاترال اس تي ديبريشن. طب 1 و2 و3 و4 فيهم حاجه؟ كويسين. يبقى انا لغايه دلوقتي بقول ان انا عندي انفرولاترال اس تي ديبريشن في 1 و2 وفي 5 وفي 6 وكمان اي في اف. قال لك بس استنى، ده اللي عنده ليفت فنتريكولار هايبرتروفي في الليفت فنتريكل اكسبتد ان انت ممكن تلاقي اسكيميك تشينجز في الليدات اللي بتبص على الليفت فنتريكل، وساعتها بنسميها ليفت فنتريكولار هايبرتروفي ويز سترين باترن. ويز ايه؟ سترين باترن. طب هل انا ككارديولوجيست اقدر احلف مليون في الميه ان دي مش اسكيميا؟ لا. عشان كده احنا بنقول ديفرنشال دايجنوزس، والله ده في ليفت فنتريكولار انلارجمنت وفي لاترال اس تي ديبريشن، ممكن تبقى اسكيميا وممكن تبقى سترين باترن بتاعت الايه؟ الليفت فنتريكولار هايبرتروفي. كويس قوي. كود بي سترين باترن اوف ليفت فنتريكولار هايبر. اذا الفاينل دايجنوزس بتاعنا ده ليفت فنتريكولار انلارجمنت وذ سترين باترن اوف ليفت فنتريكولار ايه؟ هايبرتروفي. طب هو اشمعنى يعني الهايبرتروفي بيحصل معاه سترين باترن؟ الله، اصل البلاد سبلاي بتاعنا ثابت، فلما العضله تتضخم والبلاد سبلاي ثابت هيحصل ريلاتيف اسكيميا، هيحصل ريلاتيف اسكيميا فيعمل تشينجز وكأنها اسكيميا بس هي مش اسكيميا. حد عنده سؤال في الحلقة دي قبل ما نخش على الحلقة التانية؟ حد عنده؟
لا والنبي ابوس ايديك، مش يبقى نظري وعملي. ايه؟ طب قولوا اه لا. طب مين مش فاهم؟ طب مين فاهم يرفع ايده. نهار اسود. تاني حته الاستريم باتر، لو انا عندي ليفت فنتريكولار هايبرتروفي بالكرايتيريا بتاعت الاي سي جي اكسبتد ان انا الاقي اسكيميك تشينجز في الليدات البص على الليفت فنتريكل، الاقي اسكيميا اس تي ديبريشن، تمام. لو لقيتها ممكن اقول دي اسكيميا او ستريم باتر. كويس، مش مهم الحته دي. اه معايا معايا، ما انا ايه سبعه صح. سبعه الفل والله، حصرتوني والله بامانه. انتوا طب بسيبك من الاسترين باتن، ريزم ريت اكسس باندل برانش بلوك تشامبر انلارجمنت اسكيميك هارت ديزيز سهله، انسوا الاسترين باتن دلوقتي. قشطه، العيان ده عنده ليفت فنتريكولار انلارجمنت وفي اسكيميا، سيبك من الاسترين باتن. حلو، مبسوطين. تعال نخش على الحاله الثانيه، بس انتوا اللي هتقولوا بقى مش انا. دي واحده اوبيز عندها 60 سنه، نوت دايابيتك نوت هايبر تنسيف، وعندها سي او بي دي، وانتوا طالعين من موديول الايه؟ شيست. والسي او بي دي لما بيسمع بيسمع في ايه؟ في الرايت فنتريكل ولا الليفت فنتريكل؟ في الرايت فنتريكل، وبيسموه كوربا المونال. الله يصلح حالكم. وعملنا الاي سي جي، لقينا الاي سي جي بهذا الشكل. يلا هنمشي بقى ايه؟ هختار كده نفر نفر يقول. يلا الدكتوره، الريزم منتظم ولا غير منتظم؟ منتظم، يبقى الريزم ريجولار اكسلنت. عايزين ناخد دكتوره تانية. دكتوره الريت رايك في ايه؟ تعال نعد كده مع بعض، ادي 1 2 3 4 300 على 4 كام؟ 75. يبقى الهارت ريت بتاعنا كام؟ 75 بيت بير مينت. هي 4.5 بقى، بس خلينا يعني ايه في الصحيح، يعني انتوا مش هتفهموا بسوء لو عملتها يعني بدقي قوي هتطلع لك كده. طيب تعال نخش على الاكسس، حد بقى من الشباب ورا الاكسس قول انت. اه الاكسس بنبص على ايه؟ على ليد واحد وعلى الاي في اف، صح؟ ليد واحد من اللي بيبص على الشمال، واي في اف من اللي بيبص على اليمين. طيب اي في اف بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف، وليد واحد بوزيتيف، يبقى ليفت اكسس ديفيشن. ليه؟ عشان بوزيتيف في ليد واحد ونيجاتيف في الاي في اف، يبقى عنده ليفت اكسس ديفيشن. باشا واضح الصف الاخير كده حنين، قول انت بقى. ها بعد الاكسس عايزين نشوف البي ويف، رايك في البي ويف دي ايه؟ طويله او عريضه؟ يبقى نورمال. الله يفتح عليه. اللي جنبه البي ار انترفال من اول بي لغايه اول كيو ار اس، 1 2 3 4 نورمال. حلو، يبقى كده نورمال بي ار انترفال. تعال نخش، هل في اريزميا من الريزم والريت والاكسس؟ نورمال وريجولار، صح؟ الريت كويس والريزم كويس، يبقى ما عندناش اريزميا. خش على هل في تشامبر انلارجمنت؟ تعالى بقى الشمبر انلارجمنت يعني ليفت ورايت، صح؟ ليفت ورايت، في واحد بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف، وفي ستة نيجاتيف. هل ده الطبيعي؟ ده مش الطبيعي، يبقى ده ايه؟ رايت فنتريكولار انلارجمنت. الله يفتح عليك، وده ماشي مع حالة الكوربا المونال اللي هتكبر الرايت فنتريكل. ما احنا مش اجانب، احنا مصريين، يعني لازم الحالة تبقى ماشية مع بعضيها، تمام؟ حلو، يبقى انا عندي في طول ار في في واحد، فده يساوي ان انا عندي رايت فنتريكولار انلارج. هل عندي باندل برانش بلوك؟ باندل برانش بلوك بعرفه ازاي؟ وايد ولا نارو؟ هل في وايد كيو ار اس؟ يبقى نارو، يبقى انا ما عنديش باندل برانش بلوك لانها نورمال اند نارو. التكرار بيعلم مين؟ شطار. طيب هل في اسكيميا؟ لفوا بعينيكوا كده، هل في اس تي ليفيشن او اس تي ديبريشن او تي ويف انفيرجن؟ اه ده في الانفيريور، صح؟ 1 2 3 في انفيريور تي ويف انفيرجن، وهنا في انتيريور ايه؟ اس تي ديبريشن في في 3 وفي 4، صح ولا لا؟
يعني في اسكيميا هتقول على المستوى بتاعك ان انت لاقي ST depression في في 3 وفي 4 وتيوف انفيرجن في الحتت اللي انت شايفها، ومالكش دعوه بالايه؟ بالسترين، احنا شايفين اسكيميا ماشي؟ could be inferior and anterior ischemia. يبقى الدايجنوز بتاعي right ventricular enlargement وفي عندي inferior and anterior ischemic changes. سهله؟ بالذمه سهله؟ واخواتها اي حاجه بشوفها بقولها في الجي بوينت في كله يا جماعه. الاسكيميك تشينجز ببص على كل الليدز من اول ليد واحد لغايه في 6، لما الاقيها في ليد واحد ولا كاني شفت حاجه. لازم اشوفها في اتنين اخوات على الاقل، لازم اشوفها في اتنين اخوات على الاقل، يعني 2 و3 او 3 و اي في اف عشان اقول انفيريور اسكيميا. طب في 1 وفي 2 عشان انتيريور، او في 3 وفي 4، او 1 واي في ال عشان اقول لاترال. فلازم الاقي الاسكيميك تشينجز في ايه؟ في تو ليدز اخوات، تو ليدز اخوات. قول يا باشا. بص يعني الاس تي ديبريشن في 90% من الحالات بيبقى معاها تيوف انفيرجن، تمام؟ في 10% من الحالات بيبقى حاجات اتيبيكال وزي البوستيريو وول مايكاردال انفاركشن، بس مش على مستواكم. اتفقنا؟ يعني انت غالبا لما هتلاقي اس تي ديبريشن هتلاقي معاها تيوف انفيرجن، بس ممكن تلاقي التيوف انفيرجن لوحدها. يعني ممكن تلاقي الاس تي سيجمنت ايزو الكتريك وبعد كده تيوف ايه؟ انفيرجن. انما لقيت اس تي ديبريشن يبقى معاها تيوف انفيرجن. ماشي؟ احنا ليه خلينا الاي سي جي في اول الترم؟ اولا انتوا المفروض خدتوا اي سي جي في سنه ثانيه، مفروض، ده رقم واحد. رقم اتنين، لما تيجي تخش في الهارت فيلير هتبص تلاقي والاي سي جي ممكن نشوف فيه ليفت فنتريكولار انلارجمنت، فتبقى فاهم يعني ايه ليفت فنتريكولار، ولقينا في الاي سي جي في رايت فنتريكولار انلارجمنت، يبقى تبقى عارف رايت فنتريكولار انلارجمنت يعني ايه. يعني تاخد الانفستيجيشن عشان طول ما انت ماشي في المنهج ايه تطبق بيها. ده واحد عنده 72 سنه، هايبر تنسيف ودايبيتك وسموكر، وجايب اكيوت شيست بين من 3 ساعات. يا نهار ابيض، تعالى كده بسرعه رزم. طبعا يعني في الاستقبال نايب القلب بقى ايه، مش بيسيب العيان يتوجع. استنى يا حاج انا اشوف الالجوريزم، زي ما الدكتور قال لي الرزم الريت هيكون العيان فايص. احنا بنمسك رسم القلب وبنرميه وناخد العيان ونطلع على القسطره. يعني احنا بنتعلم ده دلوقتي بالراحه عشان ايه؟ في ارض الواقع انت بتسيف التايم في الانتربريتيشن. يلا عايزين ناخد باشا الريزم ريجولار ولا الريجولار؟ ريجولار، اكسلنت. طيب الريت، تعالى كده نعد مع بعض. واحد، انا مش شايف. واحد، اتنين، تلاته. لو تلاته تطلع كام؟ 100. لو اربعه تبقى كام؟ 300 على 3 فيها ال 100 بيت بير مينت. الداتا شو هنا فيري اكسلنت، حلو. طيب الاكسس دكتوره ليد واحد بوزيتيف اي في اف بوزيتيف، يبقى ده نورمال اكسس اوف ذا هارت. ليه؟ اللي عشان بوزيتيف في ليد واحد وبوزيتيف في الاي في اف. طب البي ويف هل طويله او عريضه؟ يبقى نورمال. طب البي ار انترفال من اول البي لغايه اول الار حوالي 4 مربعات صغيره، يبقى نورمال بي ار انترفال. طيب هل في اريزميا؟ مفيش اريزميا. طيب تعالى بقى نخش، هل في تشيبر انلارجمنت؟ هنبص على في 1 وفي 6، في 1 في 6. طب عددهم اقل ولا اكتر من 7 مربعات؟ 1 2 3 4 اقل، يبقى نورمال. يبقى انا ما عنديش تشيمبر انلارجمنت. ليه؟ لان في 1 اس زائد في 6 ار اقل من 7 مربعات كبار. طيب هل في باندل برانش؟ ما فيش تشيمبر انلارجمنت. هل في باندل برانش بلوك؟ الكيو ار اس، الكيو ار اس نارو ولا وايد؟ نارو، يبقى ما فيش عندي باندل برانش بلوك لان ما فيش وايد كيو ار اس، تمام. طيب هل في اسكيميا؟ في اسكيميا. الانفيريور ده فيه ايه؟ اس تي سيجمنت اليفيشن. وخلي بالك بقى الاس تي سيجمنت اليفيشن بقيسها من عند الجي بوينت، الجي بوينت اللي هي اتصال الاس تي سيجمنت بالكيو ار اس، تمام.
هنا اس تي سيجمنت اليفيشن 1 2 3 مربعات صغيرين، وانا عايز مربع واحد في كل الليدز ما عدا في 2 وفي 3. يعني بقول في اس تي اليفيشن لو اليفيشن ايه مربع واحد صغير بس في 2 ليدز اخوات. طب اخوات ليد 2 فين؟ 3 واي في اف، يبقى العيان ده عنده انفيريور اس تي سيجمنت اليفيشن مايوكارديال انفاركشن. شايف احنا في رسم القلب شخصنا ايه؟ اكيوت مايوكارديال انفاركشن. طب تعالى بسرعه هتلاقي في اس تي ديبريشن في 1 واي في ال وفي 2 و3 و6، يعني في اسكيميا في الاذر تريتوريز، الحته اللي كان بيسال عليها مين؟ مين اللي كان بيسال على الاس تي والابرايت تي؟ انت صباح العسل. بص هنا دي اس تي ديبريشن وابرايت تي، ده هقولها ونساها. المفروض حد معاه ورقه، ورقه ورقه بسرعه. دي انت شايفها ايه؟ اس تي ديبريشن وبرايت تي، صح؟ ده مرسومه منين؟ في في 2 اللي هي الانتيريور سيرفيس اوف ذا هارت، فده عكس البوستيريور سيرفيس اوف ذا هارت. تيجي تعكس بقى شايف ايه؟ اس تي اليفيشن وتي ويف انفيرجن. فالابرايت تي اللي انت شايفها دي ده معكوس التي ويف انفيرجن والاس تي اليفيشن بتاع البوستيريور ليدز، ولا كانك سامع حاجه. انا بس يعني ايه، انا ساعات بقول معلومه واحد يطلع بيها انا مبسوط. يبقى احنا دلوقتي في عندنا اس تي سيجمنت اليفيشن في 2 و3 واي في اف، واس تي ديبريشن في 1 و2 و... يبقى العيان ده عنده انفيريور اس تي سيجمنت اليفيشن مايوكارديال انفاركشن، وهو ده الفاينل دايجنوز بتاعه، اكيوت انفيريور اس تي سيجمنت اليفيشن مايوكارديال انفاركشن. في امتحان التريسنج اخر الراوند انت بيطلب منك تعلق على الاي سي جي، كل كلمه بتقولها بتاخد عليها درجه، يعني مش الفاينل دايجنوزس اللي بياخد كل الدرجه. يعني ريزم ريجولار خدت درجه، ريت كذا خدت درجه، اكسس كذا خدت درجه، في تشامبر انلارجمنت خدت درجه، وهكذا. في ناس جالها اسهال اول ما سمعت ايه؟ لا لو ليفز ريجولار هو عليها الرجل في ده غير منتظم. لا غير منتظم كايه؟ كفريكوانسي اوف كيو ار اس، مش كشكل كيو ار اس، كفريكوانسي، يعني مسافه من هنا لهنا هي دي من دي، دي من دي، دي من دي، ده معنى ريجولار. الريجولار يعني في فاريابيلتي، وسيبوا الاريزميا لغايه لما تيجي لنا الاريزميا. تعالوا ليه كيس 4، واحده واحد 68 سنه وهايبر تنسيف ودايابيتك وسموكر وجايب اكيوت شيست بين من 12 ساعه، وده الاي سي جي بتاعنا الريزم. ها دكتوره، دكتوره ريزم، الريزم ريجولار، اكسلنت الريت. تعالى كده نعد 1 2 3 4، حوالي 4 ونص كده 5، يعني زي ما تطلع. يعني تطلع كام؟ 300 على 4 فيها ال 75، تمام؟ احنا ما بندقش في الريت لو الداتا الامتحان داتا شو، يعني ويم، بس ما تبقاش 50 وتكتب 120، يعني يبقى الرقم منطقي يعني. طيب الاكسس ها ليد واحد بوزيتيف والاي في اف بوزيتيف، يبقى نورمال اكسس اوف ذا هارت، ده انتوا هتطلعوا كارديولوجيست النهارده. طب البي ويف في ليد اثنين طويله او عريضه؟ يعني نورمال. طب البي ار انترفال من اول البي لاول الكيو ار اس طويله او قصيره؟ يبقى نورمال. طيب تعالى بقى نسال نفسنا هل في اريزميا؟ لا مفيش اريزميا. طب تعالى نخش هل في تشمبر انلارجمنت؟ هنبص على ايه؟ في 1 وفي 6، ها في 1 نيجاتيف في 6 بوزيتيف، يبقى نعد 1 2 3 4 5، يبقى نورمال، ما عنديش تشمبر انلارجمنت لان في 1 اس زائد في 6 ار اقل من 7 مربعات كبار، تمام؟ طيب هل في باندل برانش بلوك؟ هل في وايد؟ يعني دي وايد؟
يبقى كده ما عنديش بندل برانش بلوك. هل في اسكيميا؟ فين؟ استيليفيشن في في 2 و3 و4 و5 و6 وكمان ليد واحد لسه بادئ يرفع، يبقى اللي عنده اس تي سيجمنت اليفيشن في في 1 لغايه في 6. طب لو لقيت اس تي سيجمنت اليفيشن في في 2 و3 بس، في 2 و3 ليهم سبيشال كاتيجوري. يعني ايه سبيشال كاتيجوري؟ يعني على حسب العمر وعلى حسب الجندر. في ميل باخدها من بدري على 1.5، راجل اكتر من 40 سنه على 2، راجل اقل من 40 سنه على 2.5. يبقى ده السبيشال كاتيجوري بتاع في 2 وفي 3، لان يعني ده جاب ناس كتير من قفاها ودخلها الاسرع على الفاضي. طب انت بقى ايه لسه خارج من المحاضره واس تي اليفيشن، تروح تعمل اي سي جي لبنت عمك مثلا عندها 35 سنه، ايه ده اس تي اليفيشن في 2 و3 ليد واحد، يا نهار ابيض، وتروح مأكتف الاسعاف واخدها على كتفك طالع على القسطره نورمال كورونري انجيو. اس تي سيجمنت اليفيشن في 2 وفي 3 ليها سبيشال كاتيجوري، تمام؟ وبرده مشهور بين الطلبه ان هم بينزلوا يعملوا اي سي جي لنفسهم بعد محاضره الاي سي جي. ممكن انت مثلا اقل من 40 سنه هتعمل رسم قلب ليك تلاقي في 2 وفي 3 اس تي اليفيشن مربعين، ده طبيعي. ها؟ ده طبيعي. عشان انتوا رقم الواتس بتاعي معاكوا وبتقلبوا دماغي بعد الساعه 1 بالليل على شيست بين. وفي استي ديبريشن في 2 و3 واي في اف ماشي، فالعيان ده عنده انتيريور استي سيجمنت مايكارديال انفاركشن. نورت شويه يا مسهل يا رب، لم علينا عبيدك يا رب. تعال نخش على الكيس الخامسه. احنا معانا 7 حالات النهارده. الكيس الخامسة 82 سنة، وقاعدة بتقول هاني طبعا. طيب 82 سنة، نوت هايبر تنسف، نوت دايابيتك، وسموكر. في حد هنا سموكر في الصف اللي ورا؟ طب حد سموكر قدام؟ بريزنتد ويز ريكارنت سينكوبال اتاكس، كل شوية ايه يغمى عليها. الاي سي جي بقى هنشوف كده فيه ايه. تعال نشوف الريزم ريجولار ولا ايريجولار. ايه ريجولار؟ اكسلنت. طب الريت مش شايفين حاجه. 1 2 3 300 على 3 فيها هي 3 4.5 بس. هي يعني استنى كده اشوفها هنا. لا هي 3.5 الصراحه. 300 على 3.5 فيها كام؟ يعني حوالي 90 89 في الحدود دي، فهي مش 67 خالص. يعني هي دي حاجه و80، فدي اعتراف ان دي غلطه في البرزنتيشن. ليه؟ احنا لازم نعد، والمفروض بقى لما ينزل لكم الفيديو هتشوفوا الكيو ار اس احسن من كده شويه. طيب الاكسس ليد واحد بوزيتيف، اي في اف بوزيتيف، يبقى نورمال اكسس اوف ذا هارت. هل في البي ويف وايد او لونج؟ يعني نورمال بي ويف. طب البي ار انترفال من اول البي لغايه اول الكيو ار اس، هل طويله او قصيره؟ كويس. طيب تعال نشوف هل في اريزميا؟ مفيش اريزم. طب تعال نشوف هل في تشامبر انلارجمنت؟ تعال نعد، تعال نشوف في واحد ايه؟ في 6 بوزيتيف. تعالى نعد 1 2 3 4 5، يبقى ما فيش تشامبر انلارجمنت. طيب تعالى نشوف هل في وايد كيو ار اس؟ هل في بندل بنش بلوك؟ دي حوالي 3 مربعات وهبه. نكمل يا جماعه. بقول لك ان احنا نشوف الوايد كيو ار اس في اوسع كيو ار اس. يعني مثلا ممكن تبص تقول لي والله دي شكلها نارو شويه ودي وايد، اخد الوايد ولا النارو؟ قال لك خد الوايدست كيو ار اس. طب ليه؟ قال لك اصلا النارو كيو ار اس ممكن يبقى جزء من الكيو ار اس ايزو الكتريك انت مش شايفه، فكون ان في واحده وايد يعني الباقي وايد. فاحنا بعينينا كده بنبص نشايف اوسع واحده هنا، نيجي نعدها نلاقيها 3 مربعات صغيره ونص، يبقى احنا عندنا ايه؟ بندل برانش بلوك. طب في واحد نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. يبقى ليفت ولا رايت بندل؟ ليفت بندل برانش بلوك. اكسلنت.
عشان وايد كيور اس اند نيجاتيف في في واحد. لايف از ايزي، لايف از ايزي. تمام. طيب هل في اسكيميا؟ تعالى كده نبص في عينينا. 1 2 3 اي في ار اي بي اف ايه 1 2 3 4 ايه ده في اس تي ديبريشن فين؟ في في 6. هتقول والله اس تي ديبريشن في في 6 نفس ام الاستريم باترن بتاع ال في اتش، سيبك منه، قول ان انا شايف اس تي ديبريشن وما تعلقش. ماشي؟ يعني عشان ما نلخبطش نفسنا دلوقتي. يبقى احنا دلوقتي عندنا ليفت باندل برانش بلوك. انت عارف يعني ايه ليفت باندل برانش بلوك؟ يعني واحد عايش بالرايت باندل بس. الرايت باندل اللي هي اصلا طبيعي عند نسبه من البوبيوليشن مش شغاله، والناس شغاله بالليفت باندل. فالراجل ابو 82 سنه اللي كل شويه يجمع عليه ده معناه ايه؟ ان الليفت باندل واقفه والرايت باندل كل شويه تفصل وايه؟ وتشتغل. لما بتفصل بيخش في حاجه اسمها كومبليت هارت بلوك، وان شاء الله لو انت سمعت الشكوى وسبته يروح هيموت خلال اسبوع. يعني كل ما يحصل يغمى عليه فوكس، ربنا يكرمها يا رب في عافيتها، في الفنتريكلز بتبدا تشتغل بحاجه اسمها ايديو فنتريكولار ريزم. كل ما الرايت باندل تقف هي تشتغل، عند لحظه من اللحظات ده تقف ودي مش هتشتغل، هيموت. طب حله ان احنا نركب له ايه؟ منظم لضربات القلب عشان يعمل اكسترنال بيسنج بدال الانترنال بيسنج. يبقى لما تلاقي جدك اللي جده عايش 80 سنه وبيغمى عليه كل شويه وعنده ليفت باندل، يفتكرني العيان ده ممكن يخش في اتاكس اوف كومبليت هارت بلوك. طب اللي هيقولها بقى ليه 5 جنيه. طب القط ازاي الكومبليت هارت بلوك ده؟ انا ده اني قاعد يعني جنبه برسم القلب كده استناه اول ما يغمى عليه اعمل له رسم قلب؟ فلو ايه؟ بي ايه؟ يعني ده بريدكت، انا عايز اشوف الهارت بلوك بعيني. في عندنا جهاز اسمه، في جهاز اسمه رسم قلب 48 ساعه، حاجه اسمها هولتر، بركب له رسم القلب واروحه البيت ويغمى عليه بقى ويصحى ويغمى عليه، وانا ايه اقرا البتاع ده ساعه الاغماء لو لقيت هارت بلوك كده ايه اتشخصت. ماشي؟ هتجيلكوا في الاريزميا ان شاء الله. يلا يا مسهل. كيس 6، 70 سنه وبيز في، فاضل حالتين. الناس اللي بتحب تعد، 70 سنه اولد وبيز في ميل، هايبرتنسيف ودايبيتك ونون سموك، وجايب اكيوت اونست اوف ديسنيا اند بالبيتيشن، كرشه نفس طبقه على صدرها وضربات قلب سريع، والاي سي جي لقينا فيه هذا الشكل. ريزم ريجولار كويس. ريت تعالى كده نعد. 1 2 يا نهار ابيض. 1 2 300 على 2 150. الله يفتح عليكم. يبقى 300 على 2 في 150. الاكسس 1 بوزيتيف، اي في اف بوزيتيف يعني نورمال اكسس اوف ذا هارت. الله يفتح عليكم. البي ويف حلو، صدق عينك بتقول فين البي ويف. فعلا البي ويف مش موجوده، ابسنت. يبقى معنى كده في اريزمي، هنشخصها فين؟ في بارت 2. ماشي؟ البي ار انترفال، هو في بي عشان يبقى في بي ار انترفال، فطبعا كودنت بي ايفالويتد. ما الاقيش بقى في الامتحان بي ويف ابسنت بي ار نورمال. من كان الكاتب عاقل ف ماشي. طب في اريزميا؟ طبعا ده تاكي كارديا وابسنت بي ويف، يعني سيبها بقى لبارت 2. طيب هل في تشمبر انلارجمنت؟ في 1 بوزيتيف، في 6 بوزيتيف نيجاتيف، يبقى كده في طول في 1 ها تبقى ايه؟ يبقى رايت ايه؟ فنتريكولار انلارجمنت. في طول ار في في 1، انتوا لحقتوا نسيتوا طول ار في في 1، يبقى معنى كده ان ده عكس الطبيعي، يعني كده الرايت فنتريكل ايه؟ احتمال انه يكون كبير، صح؟ حلو. تعالى نشوف على اللي بعديه. يبقى ده مي بي رايت فنتريكولار انلارجمنت. هل في باندل برانش بلوك؟ مش هنا وايد شويه بيتهيألي؟ وايد اهي. يعني ده مش دي شكلها نارو بس في جزء ايسوليكتك، انما الوايدست هنا ايه؟ بتاع ثلاث مربعات صغيره. يعني في باندل برانش بلوك. طب في 1 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟
بوزيتيف يبقى ده رايت ولا ليفت؟ في واحد بوزيتيف يبقى ده ايه؟ في واحد بوزيتيف يبقى ده يا اما رايت فينتريكولار انلارجمنت يا رايت باندل برانش بلوك. اتنين رايت عشان مش نتلخبط. في واحد نيجاتيف يا ليفت فينتريكولار انلارجمنت يا ليفت فينتريكولار باندل برانش بلوك. سهله. في واحد لما تتلخبط، لما تتلخبط مش العيان باصص قدامك اهو، انت باصص للعيان. حلو. ده ايه؟ ده في واحد وده في ستة. في واحد بيشاور على اليمين ولا الشمال بتاع العيان؟ لو ليته كده يبقى رايت فينتريكولار انلارجمنت، لو ليته كده يا نورمال يا ليفت فينتري. اللي هتعرفه ازاي؟ تعد في واحد اس وفي ستة ار، لقيتهم اكتر من 7 مربعات يبقى ليفت فينتريكولار، لقيتهم اقل من 7 مربعات يبقى النورمال. انما ده عكس النورمال. سهلة؟ سهلة؟ ماشي. في وايد كيو ار اس وبوزيتيف كيو ار اس، في واحد توبة رايت باندل برانش بلوك. وعلى فكره وجود الرايت باندل برانش بلوك ممكن يرفع الار في واحد من غير ما يبقى فيه رايت فينتريكولار انلارج، بس مش مهم الحته دي. ماشي. هل في اسكيميا؟ انا شايف في ست ديبريشن هنا وهنا وهنا، فوارد ان يبقى عندي في ست ديبريشن من في واحد لفي ثلاثة، وده ممكن تقابل اسكيميا، ولكن ده ممكن يكون الاستريم باترن بتاع الرايت فينتريكولار، بس يعني لو مش قادرين تبلعوها مش مهم ما تبلعوهاش. ماشي. يبقى الليفت اسكيميا ممكن تبقى الاسترين بتاع الليفت باندل او الليفت باندل برابت شوك او الليفت فينتريكولار انلارجمنت. الانتيريور في واحد وفي اتنين وفي ثلاثة ممكن يبقى ده الاسترين باترن بتاع الرايت فينتريكولار انلارجمنت والرايت باندل برانش بلوك. فهنا عندي هنا رايت باندل برانش بلوك، والتول ار في وجود رايت باندل برانش بلوك ممكن تحصل وزود رايت فينتريكولار انلارجمنت، والرايت باندل برانش بلوك ممكن يحصل نورمالي ديورنج التاكيكارديا. انا لسه قايل لكم دلوقتي دي بتعلق في الناس النورمال، فوجود التاكيكارديا ال 150 ممكن اصلا تبقى ضعيفه ما بتوصلش السرعه دي، فالرايت باندل تحصل ديورنج التاكيكارديا، ولما التاكيكارديا تختفي الباندل برانش بلوك تختفي. يعني لما نديله دي سي شوك ويرجع نورمال ساينس ريز تلاقي نورمال اند نارو كيو ار اس، يخش في الاريزميا والتاكيكارديا تلاقيه وايد كيو ار اس، تلاقي وايد ايه؟ كيو ار اس. دي سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا، هنبقى نعرفها في بارت 2. اخر اي سي جي، اخر اي سي جي، واحد 66 سنه هايبر تنسيف ودايبيتك وسموكر وجايب اكيوت اونست اوف شيست بين اند كارديوجينيك شوك. يعني ايه شوك؟ مصدوم عاطفيا؟ اكيد لا. مصدوم ايه؟ بلاد بريشريا. مصدوم ايه؟ بلاد بريشريا. يعني ايه؟ في هايبوتنشن وهايبو برفيوجن، هايبوتنشن وهايبو برفيوجن. وكارديوجينيك يعني بسبب مشكله في القلب، يعني القلب هو اللي عامل ده. وده الاي سي جي بتاعه ريزم واحد اتنين ريزم بعد ريجولار صح؟ الريت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، 300 على 5 فيها 60. طبعا دي غلط. 1 2 3 4 5 300 على 5 فيها الايه؟ ال 60. دي غلط. ماشي. تعال نخش على الاكسس. ليد واحد اي في اف بوزيتيف يبقى نورمال اكسس اوف ذا هارت. تعال نشوف البي ويف طويله او عريضه؟ لا. ما خلي بالك 2.5 مللي يعني نص المربع الكبير، فهي اقل من نص المربع الكبير بالعين كده. طيب البي ويف نورمال، البي ار انترفال هل هي 5 مربعات او اقل من 3 مربعات؟ يعني نورمال. طيب هل في اريزميا؟ فيش اريزميا. تعال نشوف هل في تشمبر انلارجمنت؟ في واحد نيجاتيف وفي ستة بوزيتيف. يلا نعد في واحد اتنين تلاتة في ليفت فينتريكولار انلارجمنت. حلو. يبقى ما فيش عندي تشمبر انلارجمنت عشان في واحد اس زائد في 6 ار اقل من 7 مربعات كبيره. هل في باندل برانش بلوك؟ هل في وايد كيو ار اس؟ ما فيش وايد كيو ار اس، يبقى ما عنديش باندل برانش بلوك. هل في اسكيميا؟
حلو، في عندي ST سيجمنت ديبريشن في في 2 و3 و4 و5 و6 وكمان 2 و3 واي في اف. يا ده اسكيميا في القلب كله، ده حاجه مصيبه سودة. ما عشان كده جايب كارديوجينيك شوك، يعني القلب بعمل كده اهو، يعني مش قادر يكونتراكت. تمام، ففي عندي اسكيميا ان موست ليدز، ST ديبريشن ان موست ليدز. اول ما بشوف الحته دي بقول ان هو عنده كارثه في الجذع الرئيسي بتاع شرايين القلب، عشان كده جايب كارديوجينيك شوك. تمام، في ST ليفيشن في الاي في ار، ده ياكد الموضوع. ده حاجه اسمها ليفت مين او مالتي فيزل اسكيميا، يعني جاي في الليفت مين اللي هو بيغذي الجذع الرئيسي، او حاجه ايه مالتي فيزل اسكيميا، يعني العيان ده عنده جلوبال اسكيميك هارت ديسيز سسبكتنج مالتي فيزل او ليفت مين ويتش از كاتاستروفيك ايمرجنسي. العيان ده لو قاعد بيتكلم قدامك ممكن كمان ثانيه تلاقيه ارستد، يعني ما تقعدش ترغي معاه. اول ما تشوف رسم القلب بالحاله بتاعته دي كبه على اي اسعاف، اهرب منه، هيارست وتشتغل عليه سي بي ار لغايه لما يبان لك صح. العيان ده لما تشوفه اهرب منه. انا مره لقيت في واحد قاعد كان طبيب امتياز وشاف رسم القلب ده مع عينه قاعد بقى ايه، يا جماعه ما تقلقوش ده دي اسكيميا بمعنى يا رب هيخش القسطره وهيبقى زي الفل. راح الحمام وجه العيان اللي يقلست. العيان ده ايه؟ العيان ده ايه؟ تهرب منه. العيان ده تهرب منه. احنا كده خلصنا الراوند.